لان درجة الحرارة نار. ببرد ببرد فيها كثير كثير مو شوي. ترى نشوف الدنيا نار. ليش جاي نسبح؟ والله كرمال جاي مبورد وان جسمنا شو يصير يعني عضل وهيك. صار لي والله شي سنتين علموني رفاتي. هيك شغلة الساعة 3 وما بعد. وهون سكون هيك جو كويس عشان ما يضلنا ضل الشو. شتت الشو عم نجي لهون نسبح ونبورد جسمنا. صار لي شي 3 سنين والله علمني اخوي. والله هون الربيون هون بكله. يعني نجي نبورد على جسمنا ونبورد وناخذ سباحه للجسم من الصبح للعصر. يعني شوب كثير عم بتضل كل نهار؟ كل نهار شوب. والله اقبال الشباب على المسابح من فتره بسيطه بس واليوم اللي سدت الحراره فالاقبال بيصير تقريبا من الساعه 11 الظهر يوميا حتى الساعه 5 المساء. هاي ضربه الشوب يعني. وبناخذ اجار رمزي نحن من العالمين 25 20 ليره من الاطفال 25 ليره بناخذ من الكبيرين. شيء مصروف المسبح بس ودنا حراره وشوب يعني. فالحمد لله ماشي الحال. شيء هالعالم تبورد بهي الحراره الحمد لله. في منقذين وفي كل شيء الحمد لله والامور كويسه وبندير بالنا على المينا هنا على طول من نطفه ومن عخمه لان اولادنا كلهم اولادنا واخوتنا واهلنا بنحافظ عليهم مثل ما بنحافظ على نفسنا. انا جيت اتسبح الدنيا شوب وانا جيت اتسبح هون. نحن ما معنا مصاري وما بنحسن نروح على المسبح. المسبح حالي بنجي هون ببلاش من السباح. هون احسن احلى المي نظيفه هون. منين جاي لتسبح انا من حيرم. هون احلى من هونيك. المسبح ولا هون بالساعه؟ هون والمسبح اثنين عطون هون ببلاش. وهذاك بمصاري.